من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. قال يوحنا الرسول: أخذ اليهود يتذمرون على يسوع لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وكانوا يقولون: أليس هذا يسوع ابن يوسف؟ ونحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول الآن: إني نزلت من السماء؟ أجاب يسوع وقال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم، لا أحد يقدر أن يأتي إلي ما لم يجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. جاء في كتب الأنبياء: ويكونون جميعهم متعلمين من الله. كل من سمع من الآب وتعلم يأتي إلي، ما من أحد رأى الآب إلا الذي هو من لدن الله، فهذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم: المؤمن ينال حياة أبدية. حقا والأمان لجميعكم.